شكرا وبارك الله فيكم على اتاحة الفرصة للنقاش والحديث عن الشأن المحلي والشأن اللامركزي، على خاطر هو لا واقع تو في تونس، واقع لابد منه أن تكون فما لامركزية وتكون ناجحة وفي إطار، بطبيعة في إطار وحدة الدولة. بالنسبة لي كناشطة في المجتمع المدني وتقييمي للعمل البلدي وما قاموا به تلك 5 سنوات من أجل بنية تحتية سارحة أنه لتشجيع الاستثمار، ثم خدمهم على حكاية الطرقات الحقيقة، ولكن غير كافية. كيفاش غير كافية؟ ثم زوز أحياء في سليانة قاموا بتهيئتهم وقاموا بأنهم يولوا فيهم للروبي وتولي فيهم تصريف المياه وتولي فيهم حياة لائقة وخدمات جيدة بالنسبة للمواطن، ولكن تبقى التقصير بتاع البلدية أنها لم تقم بصيانة الطرقات في مدينة سليانة. وين تمشي تلقي برش حفر برش حفر برش حفر، بتال فاسو حتى اللي باش يجي يخدم ينزعج، باش يجي يخدم ولا باش يستثمر ولا حاجة، ما فماش حاجة اللي تشجع حتى في إطار البنية التحتية من حيث الطرقات إلى غير ذلك. كذلك البلدية لم تستثمر في أنها تعمل مصانع، تعطي أراضي باش تعمل مصانع، تعمل اتفاقيات مع وزارات الصناعة والتجارة إلى غير ذلك باش يهيئوا الأماكن معناها الجيدة ويوفروا الأماكن باش يجي الاستثمار الخليجي. هذا بالنسبة للمدينة كإنفيل معناها. بالنسبة للريف، خاطر نعرفوا احنا اللي في ال5 سنوات هذه الأخيرة في تجربة المركزية فما مناطق التوسعة. ما معنى مناطق التوسعة؟ أنها الأرياف تولي تابعة للبلديات، ولا بد للبلديات أن تقدم خدمات للأرياف. ولكن للأسف الدولة وقت اللي حطت في البرامج الانتخابية نتاعها أنها هي الأرياف هذيك باش ترجع فيها طرقات ومسالك وتنوير وإنارة ومسارح للشراب إلى غير ذلك، للأسف هذه الكل كانت وعود انتخابية تخمت بها انتخابات 2018، ومن بعد وقت اللي يجوا يمارسوا في العمل البلدي على عين المكان وفي الواقع ما فماش اعتمادية للأشياء هذه الكل. فما جانب واحد هو صندوق القروض، صندوق القروض يعطاه مرة واحدة باش لتهيئة الأرياف، وتم تهيئة الأرياف في التدخل في مسالك معناها قليلة وقليلة جدا الحقيقة، لا ترقى للوعود الانتخابية اللي قاموا بها في الحملة الانتخابية نتاعهم، ويسك أنه المستشارين البلديين اعتبروا أن مناطق التوسعة مش كون عندها معناها ما نعرفش بيدجي اعتمادات في الميزانية، لكن هذا لم يقع وهو خطأ من الدولة الحقيقة. في ولاية سليانة حاولوا باش يعملوا بعض المسالك فلاحيه حتى تكون الفلاحه تنجم صغارها يمشوا للمدارس وينجموا يخدموا وينجموا يتنقلوا بسهوله والكل، لكن للاسف كان في مناطق 3 مناطق ولا 4 الحقيقه لا تفي بالغرض. ونتمنى المجالس البلديه القادمه تعمل على اطار على اطار توصيل الخدمه كما يجب لمتساكني مناطق التوسعه. علاش؟ خاطر هما الحقيقه هي تبقى خاصه معنا في الشمال الغربي تبقى ذيك الاماكن المحرومه اللي يلزم يركزوا عليها، والمسالك الفلاحيه تسهل لهم باش يروجوا منتوجهم، وتسهل لهم باش حتى تتعمل فيها مصانع، وتسهل لهم برشا تولي برشا 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 امتيازات ياخذوها، مش كيما واحد باش ينتج منتوج ويهبطوا للسوق ولا العاصمه، كيما ما تولي التجار يتنقلوا لهم غادي وياخذوا من عندهم البضائع. الحقيقة أنا أركز برشا على أنها في المرحلة القادمة يقع الاهتمام من طرف الدولة أولا ثم من المجالس البلدية. علاش؟ خاطر إذا كانت الدولة ما تضخش أموال من المجالس البلدية عن طريق صندوق القروض ماهوش باش يصير حتى شيء. يعني أنا نحب نلخص ونقول لك راهو بالنسبة للمجالس البلدية تم تحضير الحصير قبل الجامع كما نقولوها بالعامية، حضروا الحصير قبل الجامع، عملوا دخلوا مناطق التوسعة ومن بعد ما خدموا فيها حتى شيء. هذا بالنسبة للطرقات والتعبيد والبنية التحتية ككل. معناه احنا كمجتمع مدني عندنا علم به المركب التجاري، ولكن المركب التجاري هو وقع المصادقة عليه من عام 2018 الا انه تعطل في مسائل اجرائية،
خاطر فيه منقولات الى غير ذلك، ولا بد من اخذ الاذن من وكيل الجمهوريه، ولا بد وحتى الماتريال هذاك اللي موجود في المستودع القديم اللي هما باش يعملوه مركب تجاري ما عندهمش وين ينقلوه. توي بدات الاعمال حثيثه، وان شاء الله يا رب يوصلوا باش يحققوا حاجه في الجانب هذا، خاطر راهو الامور القانونيه مازالت ماهيش واضحه كما يجب الحقيقه. بالنسبه للمنطقه الصناعيه الحقيقه لا علم لي بها، ولعل في الايام القادمه او في الاشهر القادمه نجم نفيدك في الموضوع هذا، ربما نعمل اطلاع ونفيدك في الموضوع هذا. صحيح هو سبب في تراجع الاستثمار الداخلي، ولكن ليس السبب الوحيد، لان الحقيقه في بلديه سليان احنا عندنا معناها منطقه صناعيه باكملها اغلقت بعد الثوره، يعني منطقة موجودة المعامل، ولكن الاستثمار خرج عليه على خاطر لعل ما فماش تشجيع من الدولة، لعل جات كورونا زاد خلت الموضوع يتأزم أكثر. بالنسبة هذه بالنسبة للمناطق الصناعية 2014 2013 سكرت وما عادتش راجعة. فما تويكي كان فعمل معمل الكابل أكهاو، هو معمل الكابل أكهاو يخدم في المنطقة الصناعية، البقية كلها سكرت، غير كل النسيج كانت عنا معامل نتاع نسيج ولا غير ذلك، الكل نتاع خياطة كلهم سكروا. والله السبب هو فما عزوف من طرف اللي كانوا معناها عاملين مصانعهم كلهم من شركات أوروبية. وقت اللي جات الثورة لعل وعسى معناها الأسباب تكون أكثر سياسية، أسباب أخرى، وقع القطع مع ممارسة هذه المهن في المنطقة الصناعية. يعني وقت اللي سي الحبيب يقول لك رانا نحن ماشيين في أن مش نعطوا أرض للمناطق الصناعية، ونقول لك صحيح هو حاجة باهية وتنجم تكون باهية، وش تنجم إن شاء الله يا ربي تكون لوليد البلاد ولاد تونس باش يستثمروا ويبقوا على بقعتهم، بينما المنطقه الصناعيه من شيره اخرى وقع افراغها، ومازالت فما معامل اصل فيها لماتريال ولكن اغلقت منذ 2014. هذا بالنسبه للمنطقه الصناعيه. بالنسبه للمركب التجاري، صحيح المركب التجاري نجم يحل ازمه نتاع، اول حاجه هي ازمه الانتصاب الفوضوي اولا منه بالذات، خاطر في سبيانا عندنا كارثه اسمها الانتصاب الفوضوي. شارع 18 في كله الكرعبه ما تنجمش تتعدى، النساء ما نجموش منين يتعدوا. تالما ثم انتصاب فوضوي كبير وبطريقه معناها مقرفه وبطريقه مزعجه وبطريقه مؤثره حتى على السير العادي للمواطن. نحن شنو عملوا في البلديه؟ عملوا انه الانتصاب الفوضوي هذاك تكون عندهم الاولويه في انهم ياخذوا متاجر في الفضاء التجاري اللي كان باش يتعمل، ولكن للاسف التعطيلات الروتينيه والاجرائيه اللي قلت لك عليها هي اللي عطلت الموضوع. كان باش يكون متكون من 28 محل، وباش يزيدوهم حتى يوصل حتى لل 50 محل، خاطر البلديه طالبه ثم بارتي ورا المستودع طالبه باش زاده تعمل، يحبوا يوصلوا حتى ل 50 محل، وعاملين معناها مطلب في هذا لدى الولايه. ولكن كما حكينا الاجراءات الاداريه والروتينيه وخاصه منها القانونيه، خاطر انت ما تنجمش تتصرف في كهرباء. هو المستودع الحج شنو هو؟ هو موجود في سياره على ذمه مواطن، المواطن هذاك ملي تشدت له عنده 10 سنين ولا 15 سنه وما جاش هزها، وفي نفس الوقت ما تنجموش كبلدي تتصرفي فيه خاطر يمشي ملكك. وما فما دي معناها كراهب وسيارات وتراكتورات على ذمه البلديه ذيك ينجموا يخرجوها من المستودع، ولكن اللي موجوده هي وقع حاجزها وين تاع مواطنين يلزم فيها قضيه وكل جمهوريه وخدمه كبيره برشا، فهمتني؟ ومن الاول راهو ملي تعمل المشروع هذا تاع الفضاء التجاري انا نعتبره اللي هي الحقيقه فلوس رقدت لمده 4 سنين الحقيقه. علاش؟ على خاطر ملي تعمل من الاول السيد الكاتب العام للبلديه صرح انه راهو باش يتعطل على خاطر راهو فيه اشكاليات قانونيه الى غير ذلك، ولكن المجلس مشى في انه يرصد له اعتمادات وخذ عليه قروض والكل، والقروض هذيك قاعده حادثه معناها فلوس راكده وكهو ديما تبقى في الفواضل وتتعاود تبقى في الفواضل تعاود، والدنيا متازمه والناس بطاله والكل. قلت لك معناها في حدود 28 وبعد باش يولوا 50 متجر، معناها يمشي يحل المشاكل نتاع بطاله بالكدا بالكدا. كل واحد عنده متجر يخدم معاه ثلاثه واربعه سيدي جا حاجه به. هو كان الحقيقه مشروع استشرافي ومشروع جيد ويحل مشكله من مشاكل سليانه، لكن للاسف البيروقراطيه الاداريه والقانونيه هي اللي عطلت المساله.